بينا واخر فقراتنا النهارده في مدرج صعيد. والاسبوع اللي جاي هتطرح وزاره الاسكان دفعه جديده من الوحدات السكنيه اللي بيتقدم لها محدودي الدخل، لكن البعض بيرى ان هناك العديد من الصعوبات عشان الحصول على هذه الوحدات. خلونا نتكلم عن المجهود اللي بتبذله الدوله في حل ازمه الاسكان، وكمان ايه الصعوبات اللي محتاجين ان هي تذللها للمواطن علشان يعرف ياخد وحده من الوحدات الجديده او يحل مشاكله على الاقل السكنيه. خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا، مهندس راضي محمدين، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم على الوحدات السكنيه اللي هتطرحها وزاره الاسكان للشباب ورايك فيها. والله ان شاء الله من الحد القادم وزاره الاسكان بتطرح لمحدود الدخل ومتوسط الدخل حوالي 28,000 وحده. وكمان في حاجه اللي هي دار مصر، المفروض المرحله الاولانيه المفروض هتنتهي خلال على اخر السنه دي وهتسلم في ابريل 2016. وفي كمان طرح حوالي 30,000 وحده من دار مصر ان شاء الله المرحله الجايه. يعني هم حوالي 58,000 تقريبا 58,000 وحده ان شاء الله. ودي حاجه كويسه، بخلاف طبعا القطع الاراضي اللي اعلنت عنها وزاره الاسكان اللي هي ممكن 4 من الناس يشتركوا في قطعه ارض واحده. دي زي مساحتها كده؟ بس الطرح مختلف، يعني ممكن 4 يشتركوا في قطعه الارض دي، وهي مساحتها من 205 لحوالي 276 متر. وبصراحه مطروحه في القاهره الجديده واكتوبر ومعظم المدن الجديده، وباسعار ممتازه جدا من تقريبا من 500 جنيه لحد 1000 جنيه. وشروطها ميسره في الدفع، يعني بتدفع 25,000 مقدم. يعني لو 276 متر زي ما حضرتك بتقول، المتر بحوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه يعني ممتاز. 276 و4 ده في اقل طبعا من 1000 جنيه. يعني كل المكان نائي، بعيد عن التجمع والشروق والعبور والاماكن اللي هي الشهيره دي، كل ما السعر اقل بيصل مثلا ل 580 جنيه حاجه كده يعني. ودي على فكره شايفها ممتازه جدا، يعني حوالي من 35 ل 70,000 بالنسبه لو 4 انفار هيخشوا في الارض، وبعد كده تكاليف البناء. لا في حدود ال 100,000 تقريبا، لان الادنى السعر الادنى حوالي 560 جنيه 570 جنيه. يعني انا بتكلم 206، يعني لو اتكلمنا على 276 متر، لو قلنا المتر ب 1000 جنيه في النص على طول. يعني مثلا 280 على 4، ده كويس جدا على 4، ده هتبقى 70,000. انا بتكلم انه النفر الواحد هيدفع قد ايه؟ 70,000 لو هو المتر ب 100 جنيه، ولو ب 500 وحاجه هتبقى في حدود ال 35، ده بالنسبه للارض بس. وهم بعد كده يتقاسموا بقى ايه مصاريف البناء. طيب خلينا نرجع ل 58,000 وحده والشروط الحصول عليها للمواطنين، والبعض بيرى صعوبة في بعض الشروط. حضرتك ايه تعليقك على ده؟ اول حاجة شروط الحصول على وحدة ان هو يكون من محدود الدخل او متوسط الدخل، وده المواطن لما الدولة تعرفهم بقى. اقول لحضرتك، لما الدولة بتطرح طرح لمحدود الدخل او متوسط الدخل، المفروض المواطن بيتقدم لوزارة الإسكان ببعض المستندات. خلينا نقول نعرف مين هو محدود الدخل ومين هو متوسط الدخل. محدود الدخل اللي هو دخله يزيد عن 1000 من 1750 وما يزيدش عن دخل الأسرة عن 2500 جنيه. ده محدود الدخل. محدود الدخل. المتوسط الدخل دخله لا يزيد عن 3000 جنيه، والأسرة دخلها ما يزيدش عن 8000 جنيه. عن تقريبا 8000 جنيه. تمام؟ يعني لو بنتكلم على أسرة متوسط اعضائها 4 افراد، ما هو المفروض 3، لا اسره زوج الزوجه المقصود بيهم. اسره وزوج الزوجه. زوج الزوجه المفروض. لانه ما يسمحش باكثر من وحده للزوج الزوج. تمام؟ يعني ما ينفعش حضرتك تقدم وزوجه حضرتك. تمام؟ بتطرح الدوله الطرح ده، وبتقدم المواطن بما يثبت دخله اللي هو مفردات مرتبه والتامين وكمان اثبات السكن. الدولة بعد كده طبعا حضرتك طرح البنك المركزي السنة اللي فاتت الطرح ده من خلال الأربع بنوك الكبرى في مصر، اللي هي القاهرة والأهلي والإسكان والتعمير وبنك مصر. طبعا في شركات استعلام بعد كده بتستعلم عن الأهل المفردات المرتب دي مظبوطة، بتروح مكان العمل وبتروح مكان السكن، عشان شركات الاستعلام دي واجبها ان هي تثبت ان كلام حضرتك مظبوط، ان انت لا تملك وحده ومفردات مرتبك تمام. بعد كده شركات الاستعلام بتعلم البنوك ان المواطن ده يستحق او لا يستحق،
وبعد كده البنك بيبعت للمواطن اللي يستحق. طب ليه في ناس شايفة صعوبة في بعض الشروط؟ والله الصعوبة جاية من حاجة، معظم الناس ما بتغطهمش التأمين الصحي وشغلهم مش ثابت، فإثبات الدخل شيء صعب جدا. معظم شركات الاستعلام اللي بره الحكومه بقى عنده مشكله في ان هو يثبت القطاع الخاص. وكمان انا هقول حاجه مهمه جدا، ان متوسط الدخل ومعدود الدخل معظمه لا يملك وظيفه ثابته، وده اساسا اللي بتستهدفه الدوله. وانا شايف ان بعض الاوراق بتستبعد محدود الدخل ومتوسط الدخل من اول جوله. ليه بقى؟ ان انت يكون عندك تامين وعندك مفردات مرتب. هو اصلا محدود الدخل ومتوسط الدخل اللي هو ما يملكش دخل ثابت اصلا، يعني شغله في القطاع الخاص. معظم مثلا شغالين معانا في المعمار، انا كمهندس بقول لحضرتك 75% من اللي شغالين في المعمار سواء العمال ولا الصناعيه ما عندهمش دخل ثابت، يعني حسب السوق شغالين، ممكن يكون دخلهم كبير انما ما تقدرش تثبته. وشركات الاستعلام ما تقدرش برضو حضرتك تقول انا ده يقدر يثبت دخله، ازاي هثبته له؟ لانه شغال مثلا شغل متقطع، شغل موسمي، تمام حضرتك؟ فده بيستبعد تمام، مع انه هو المفروض الدوله بتستهدفه. دي احد الاشكالات الكبيره في طرح الدوله. طيب ايه اهم المواصفات الهندسيه المفترض تكون في الوحدات السكنيه اللي هتقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ هي الطرح طبعا المفروض الشقق دي تسلم كامله التشطيب. في ناس كاملة التشطيب ولا لا طبعا زي ما كان التشطيب قبل كده؟ هقول لحضرتك هي كاملة التشطيب بس تشطيب متوسط، يعني مش فاخر، عشان كل ما بيحط تشطيب فاخر كل ما سعر الوحدة هيرتفع. فهي محدودية الكواليتي بتاع التشطيب ده في صالح السعر يكون أقل. يعني انا شايفه مش ما فيهوش اشكاليه. وان كنت بقول بعض يعني انا اطرح طرح ان احنا ممكن نسلم بعض الوحدات لمن يرغب دون تشطيب، فبتقلل شويه من السعر. وده يعني شيء يعني انا بطرحه، يعني واخد بال حضرتك؟ طبعا متوفر في الوحدات دي في كاميرات الباركينج والحتت الخضراء والتصميم الحضري، يعني ان المواطن المستفيد بالوحده يجد اماكن لركن السياره ويجد اماكن في كل مجاوره في جزء حدائق وملاعب. بس هل ده في ما ينص، يعني اللي حضرتك بتقوله ده في ما ينص عليه في العقود ما بين الدوله ومنفذي المشاريع؟ لانه ده كان بينص عليه زي ما حضرتك عارف المشاريع التعاونيه والمشاريع المختلفه في مصر اللي كانت بتبقى تبع الدوله، وكان بيحصل بعض بقى الالعيب وتلاقي الاماكن اللي هي فاضيه المفترض ان هي تبقى حدائق تلاقي فجاه طلع عباره مكانها، ويقول لك اصل في فلوس ناقصه على مش عارف ايه فاحنا لميناها ازاي، اصل انت طلع عليك فروق اسعار، تعرف الحاجات اللي هي المهاترات اللي احنا عشنا فيها سنين طويله. يعني المفروض حضرتك التخطيط بيبقى من قبل الدوله. انا عشان كده بسال. ما انا حضرتك انا كوزاره اسكان انا عندي تخطيط عام لكل المناطق وكل المجتمعات. انا قصدي ملزم لن يتغير. ملزم ما بيتغيرش الا بمعرفه الدوله، عشان نكون صادقين. طب ما هو قبل كده ما يقدرش مستثمر الدولة ما هو خلاص ما يقدرش مستثمر ايا كان يبقى هو عارف ان هو هيبني على قطعة الارض دي 30% مباني و70% مساحات خضراء ويجي يعمل العكس، ما هو يتعمل له مخالفه على طول يتسحب منه المشروع. ما انا عشان كده بسال هل في ما ينص في العقود على الالزام ده وانه ده لن يتغير طبعًا ولا ايه؟ طبعا بس هقول لحضرتك حاجه، ان الدوله برضو يعني هي لزاما عليها ان هي توفر اكبر عدد من الوحدات. ففي بعض الاوقات في اماكن مخصصه للحدائق بيزودوا نسبه السكن، بيزودوا النسبه البنائيه عن نسبه على النسب الثانيه، وده مراعاه ان هو يبني اكبر عدد من الوحدات يعني ويستفيد بيها اكبر عدد من الناس. يعني طيب عندنا في فترة ما بعد بقى 25 يناير ويمكن قبلها بشوية كان في بعض المخالفات زادت بعد ثورة 25 يناير، وبقى في عقارات مخالفة كثيرة جدا، في كثير من الجهود المحمودة من المحافظين ومن الدولة ان هم يشيلوا العقارات دي. حضرتك بتشوف ده ازاي والمجهودات دي وصلت لفين، خصوصا بعد يعني كذا مثال عمارات انهارت على اصحابها وضحايا وتشريد لكثير من الاسر؟ تمام. اول حاجه حضرتك المباني المخالفه نتيجه ايه؟ نتيجه احتياج مواطن لسكن، تمام؟ عجزت
عجزت عن الدوله ببعض الاوقات في توفير سكن بديل، سكن امن وسكن منظم وفيه كل المواصفات اللي الانسان ممكن يعيش فيها يعني يعيش فيها كويس. فاتجه المواطن اللي مش قادر يحل مشكلته على المباني في الارض الزراعيه وفي المباني المخالفه، ساعدته ساعد ده في ايه؟ الفساد المحليات، وساعدوا الانفلات الامني وكذا. انما المشكله ما قبل 25 يناير، يعني المشكله بعيده المدى. لا، هي المشكله دلوقتي، هل اتحلت مشاكل الفساد المحليات؟ ده السؤال. ما اصلا ما فيش محليات يا فندم. لا، ما هو السؤال، ما احنا عندنا مشاكل. يعني كان في، ودي حادثه مشهوره جدا في حي العجمي، كان في عصابه تمام. في المحليات عصابه مكونه من مهندسين ومن حاجات، تشكيل عصابي واتنشر في الجرايد وتم القبض عليهم وحاجات كده. دلوقتي الدنيا فيها ايه؟ هل الدولة ابتدت تحكم سيطرتها على المحليات ومهندسين الاحياء، ولا ده لسه ما تمش بالشكل المناسب؟ اقول لحضرتك، لما حد بيبني عقار مخالف، مفروض الحي، الجهة المنوط بيها تحرير مخالفة، الحي او الجهاز كمهندسين كناس مدنيين، وبعد كده تحول لشرطة اسمها شرطة المرافق. المفروض شرطة المرافق تنفذ جبريا، تهدم وتعيد الشيء لاصله. بس ده كان بيستدعي بقى حكم القضايا، وكانت الموضوع بياخد لفه طويله جدا ووقت طويل جدا، تكون العماره طلعت ووقفت على رجليها وناس سكنت، وبعض المقاولين يلجأوا ان هم يسكنوا ناس في الادوار الاخيره المخالفه، هتخش في معضله قانونيه كبيره. ازاله المخالفه مش ما كانتش محتاجه حكم قضايا، لاني انا دلوقتي حضرتك كمهندس حي، مفروض انا كجهه رقابيه مسيطر على الحي اللي انا بشرف عليه. لا، يعني كان في سكان ساكنين بيسكنوهم في الادوار المخالفه. يعني سكنوا في يوم يا فندم؟ العماره بتتبني في يوم؟ مع المشكله ان حضرتك كنت بتلاقي بقى ان الادوار مخالفه وبتوصل لها مرافق، ترجع تسال طب وصل لها مرافق منين؟ عارف لحضرتك البيضه ولا الفرخه؟ لا، اللي هو مين قبل مين؟ الدوله بتصطدم بحاجه، بتصطدم بمواطن غلبان دفع فلوس وساكن وما عندوش مشكله، ومش هيقدر يخرجه لانه برضه ما عندوش بديل. يعني هيخرج الاف الناس من فيصل والهرم اللي معظمها مخالف، هيوديهم فين؟ ماشي، ما هو فبيضطر. ما هو ده مش حل في مقابل لو العقار ممكن ينهار عليه. ما هو مش حل طب ما اخرجهم بره وهد العقار، يبقى هديت ثروه قوميه والناس تشردت. طب ما تيجي نقول حاجه تاني احسن ما يقع عليهم. ما انا هقول لحضرتك، تعالى نقول حاجه تاني، نزود الرقابه شويه من الدوله ونشوف حل للعقارات المخالفه دي. الناس اللي جانا هندسيه، حتى العقارات اللي ساكنه، ووفر سكن بديل للناس اللي انت هتشيلهم وتوديهم في مكان تاني. ما هي مشكله كبيره جدا. احنا حضرتك عارف يعني انه من المشاكل الكبيره في بلدنا انه ناس بتنهار عقاراتهم وبيقعدوا في الشارع على ما يلاقوا ده، لو لقوا مكان تاني يروحوا. طيب، ده موضوع يطول الكلام فيه، لكن خلينا نرجع للكلام عن الوحدات السكنيه والحل المطروح باسم التمويل العقاري. حضرتك شايف التمويل العقاري هل هو حل مناسب؟ وايه اهم شروطه اللي تناسب المواطن؟ يعني مين المواطن اللي ممكن يستفيد بيه؟ التمويل العقاري ده من سنه 2001 صدر قانون التمويل العقاري، واتعملت عليه تعديلات مؤخرا السنه اللي فاتت. وانا شايف ان التمويل العقاري هو الحل الوحيد لحل مشكله الاسكان في مصر، بس للاسف له نفس الشروط التعجيزيه. ان انا عشان امول في وحده لازم الضامن، ولازم احول مرتب، ولازم يكون عندي دخل ثابت، نفس المشاكل بالظبط. طب ما هو هل ينفع انه هدي المواطن يعني ما سكن بلا ضمان؟ هرد على حضرتك. طب ما فعل القانون بره، العقار هو الضامن الوحيد للتمويل. بمعنى يعني في امريكا او في دول اخرى كمان، العقار هو الضامن الوحيد للتمويل. يعني انا عاوز عقار قيمته مثلا 100,000، بيبعت البنك خبير بيقيمه يقول له لا قيمته 80,000، يدفع 80,000 للمالك وباخد انا العقار، والعقار هو الضامن الوحيد. بس هناك عندهم في شفافيه ان قيمه العقار قيمه حقيقيه. دي قصه، ده فيلم ثاني لوحده، قصه ثانيه. بس العقار هو الضامن الوحيد. انا دلوقتي محتاج سكن، خلينا نطبق التجربه على مصر. حضرتك او انا محتاج امول في شقه، هروح لبنك اقول له والله انا عاوز اشتري الشقه دي، تمام؟ اول حاجه البنك هيطلب مني اوراق تعجيزيه مش موجوده في معظم العقارات، ان العقار يكون مسجل، مرخص ومسجل. طب ايه التعجيز في كده؟ معظم عقارات مصر مش مسجله. ليه؟
دي مشكله بقى في ايوه ايه الفكره مشكلة. يعني ما بتتسجلش ليه؟ مش مسجله اراضي مش مسجله اتبنى عليها، يعني حضرتك اراضي زراعيه ليها حيازات زراعيه ما تسجلتش عليها مشاكل، فبيبني يبني عمارات مخالفه، فاجي انا اقول للبنك انا عاوز اشتري في العماره دي، يقول لي هات لي تراخيصها وهات لي الورق بتاع التسجيل بتاع الارض. الكلام ده مش موجود. دي نقطه. طيب انا لو قلت له خلاص انا جبت لك انا هاخد شقه في مصر الجديده ولا مدينه نصر، الاراضي فيها معظم الاراضي كانت جمعيه اسكان مصر الجديده جمعيه اسكان مدينه نصر، دي اراضي كانت بتقسيمات الدوله واراضي فعلا مسجله. طيب بيقيم العقار قيمه وبعد كده بيطلب مني ضمانات اخرى، وديعه، تحويل مرتب، ضامن. طب اذا كان انا معيش عشان اشتري، ما انا لو معايا وديعه من خلال الوديعه دي هاخد قرض على الوديعه اشتري الشقه واشتريها بالقسط بدل ما ادفع مثلا في قانون التمويل العقاري مثلا 7% تناقصي. تمام. طب ففي عراقيل كبيره جدا. الشروط اللي حضرتك اطلقت عليها تعجيزيه دي، حضرتك بتشوف ايه فلسفه الدوله؟ انا ارد على حته ثانيه، انت حضرتك بتقول البنك ما يديش حد تمويل عقاري لحسن فلوس الناس، لان البنك برضو فيه فلوس مودعين لازم نحافظ عليها. بالزبط. طب ما انا نفذ القانون، يعني اخلي القانون سرعة تنفيذ القانون، ان انا بديك قرض لشقة حضرتك ما دفعتش القسط شهر اتنين تلاتة انزع منك الشقة بالقوة الجبرية، القانون نفذ وديها لحد مستفيد. هي الموضوع بسيط، موضوع بسيط جدا، بتنفذ القانون. ده يغنينا عن الضمانات الزايده المطلوبه. طبعا. هو حضرتك بيقول لك انا عاوز اضمن ليه؟ ليه؟ لان القانون مش ناجز. فبياخد منك الوديعه، بيحاول مرتب الضامن، بيحجز على اصول حضرتك اللي حضرتك رابطها. عشان كده الدايره عمالي الغني هو اللي بياخد شقه، الغني هو اللي بياخد شقه، الغني هو اللي بياخد عقار. لانه كان حياتك بتتحول كلها لخدمه قسط الشقه او خدمه الشقه، انت عايش عشان الشقه. عايش عشان الشقه وعايش عشان الارض وعايش عشان الفيلا وعايش عشان، يعني حلم طيب. المصريين، حلم المصريين كله الغني والفقير السكن. طيب خلينا نتكلم في مشكله ثانيه تخص الشقق بالنسبه لمحدودي ومتوسطي الدخل. طبعا ده غير الاجراءات اللي قلنا عليها، يا رب حد يفكر يحلها، يعني رحمه بالمواطن، لا يعني لو حد يفرق معاه المواطن انه يترحم شويه في الموضوع ده ويعرف يسكن. لكن من المشاكل الثانيه اللي كثير اتكلموا عنها ضيق مساحات الشقق المطروح، وكان في بعض التصريحات المستفزه لبعض المسؤولين يقول لك 30 متر و35 متر كفايه عليك وحاجات كده، الله اعلم دي صحيحه ولا لا، بس الواحد كان بيقرا تصريحات مستفزه. فحضرتك شايف ضيق المساحه ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ والتصريحات دي ايه موقعها من الاعراب؟ الاصل في مشروعات الاسكان لمحدود الدخل ومتوسط الدخل او المقبلين على الجواز اللي هم الشباب، ان الشاب كان ياخد الوحده الصغيره بيبدا بيها حياته. طبعا المفروض بتحصل تنميه في مرتبك وفي دخلك وكمان في اسرتك، يعني الاسره بتزيد فرد او اتنين كمان. الطبيعي ان انت حضرتك بتسيب الشقه الصغيره وبتنتقل لشقه جديده. مفترض. المشكله ان ما بيحصلش، الدايره دي ما بتتمش. تمام؟ من هنا المشكله دي المساحه، لانك انت بتقعد خدت شقه 63 بتقعد فيها 20 سنه، بيكون عندك اتنين ولا تلاتة زاد على الأسرة فبتحس بدي. إنما الطبيعي في طرح الوحدات الصغيرة إن حضرتك تستفيد بيها فترة معينة من الزمن، مدة مثلا 5 سنوات، وبعد كده بتنتقل لوحدك كده لشقة أكبر. ليه؟ لأن دخلك زاد وأسرتك زادت. ودي أصلا هذا السؤال، لو خدنا شقة من بتاعت الصغيرة هيقدر يبيعها أصلا بعد كده ولا هيلاقي شروط تقيده وما يبيعهاش؟ لحد سبع سنين تقدر تتصرف فيها. حتى حتة السبع سنين يعني الناس بتبيع وبتشتري وبتعمل توكيلات من قبل 7 سنين. انما انا بكلمك على السيكونس الطبيعي اللي المفروض الانسان يبقى فيه، ان انا دخلي بيزيد اكبر من زياده الاسعار. عشان برضو حضرتك ما تقولش دخلي بيزيد تضخم بقى، ده فيلم تاني خالص. يعني انا زياده مرتبي او زياده دخلي سواء قطاع خاص او قطاع عام اكبر من زياده الاسعار واكبر من التضخم، مما يؤهلني ان انا اسيب طيب. الوحده. بس بتشوف ان المساحات دي كافيه ولا مش كافيه في البدايه؟ يعني في البدايه لو زوج وزوجه كافيه لراجل وزوجته. لاني هقول لحضرتك ال 63 بالذات ممكن اقسمها لك تقسيم بسيطه جدا، مش يعني هنلحق بقى عشان الوقت. طيب تمام. انا بشكر حضرتك جدا مهندس راضي محمدين عضو الاتحاد المصري لمقاولين التشييد والبناء.
المره الجايه بقى نكمل كلامنا ويكون عندنا كلام اكتر في الموضوع. نورتنا يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا ونهايه يومنا. يا رب نهايه اسبوع سعيده على نهايه اسبوع ايه النهارده الثلاث يا رب منتصف اسبوع سعيد على الجميع. يا رب يبقى يوم سعيد عليكم منتصف اسبوع سعيد وتبقى ايامكم افضل من اللي جايه. والله قلت بيقولوا في كنترول ايوه صححتها يا جماعه النهارده الثلاثاء انا اسف راكب معايا الخميس. فيا رب منتصف اسبوع سعيد وبكره نشوفكم مع فريق عمل جديد ويا رب دايما نهاركم سعيد وزي الفل.